مرحبا بكم في النسخة الثانية المخيم كتاب الزيتون 2019 بالمركز اللغوي الأمريكي بالدار البيضاء. بعد لاكوي ولايس بريكين المشاركين كان عندهم ورشة مع أشرف طبوري حول آيسبرغ تانكين سيستم مراها ميستيكس ديال البريزنتيشن. في اليوم الثاني كان ورشات منفصلة للكتاب اللي كيكتبوا باللغة العربية وكتاب باللغة الإنجليزية. ومن بعد وجبة الغداء المشاركين كانت عندهم ورشة ديال الفكر النقدي دائما مع أشرف كابوري، ومراها كان لقاء مع الكاتب الأمريكي إدوارد هاملين اللي يتقاسم مع المشاركين تجربة ديالو في كتابة الإبداعية. وبهذا كانت نهاية اليوم الثاني من مخيم كتاب الزيتون 2019 في المركز اللغوي الأمريكي بالدار البيضاء.